المعمر يعلن برنامجه الانتخابي في مؤتمر صحفي وعي يدعم ملفه برابطة الهواة. بيتر شمايكل يؤكد الدعية أنقذ السعودية من نصف درزة. وفيصل أبو ساق يكشف مستقبل الاتصالات السعودية مع مانشستر يونايتد. خالد الغامدي يحدث ردود فعل واسعة حول غيابه عن المشاركة في الأخضر. ووكيل أعمال حمد الحمد يتفاعل مع مبادرة عثمان القصبي لعلاج نجم الاتفاق. الفتح يغرد خارج السرب بامتياز. ونايف العنزي يكشف حقيقة أوراق كومبوري. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذا الجزء من الحلقة. نرحب بمستمعي روتانا FM في المملكة العربية السعودية إبراهيم عسيري ونايف العنزي هم ضيفا حلقة الليلة. المواضيع صحافة اليوم إبراهيم من أي صحيفة اخترت الموضوع اليوم؟ الشرق. صحيفة الشرق الأوسط؟ لا الشرق. الشرق. طيب صحيفة الشرق أعطينا موضوع صحيفة الشرق. شباب جايبين الشرق الأوسط. الشرق يا شباب مش الشرق الأوسط. قلت الشرق ما ذكرت الشرق الأوسط. أيوة هو السائد إنها الشرق لما تقول الشرق الأوسط. طيب أعطينا يعني ايش الموضوع اللي كان؟ والله كان موضوع طويل، كان موضوع عن بس اعطني فرصه اتكلم فيه شوي على اساس اعطيك فرصه زي ما تحب شوي تسبق لي يعني لانه موضوع طويل يعني. طيب مو موضوع زاويه، وهو كان موضوع عن طرحته جريده الشرق عن عالميه الهلال، اعتقد من خلال اكبر محرك بحث كان عن الهلال عن طريق جوجل، فوزهم بهالجانب، وتطرقوا لموضوع رئيس نادي الهلال وحصوله على مليون متابع في تويتر. يعني الموضوع برمته كان فيه يعني أنا استقرأت فيه أنه كان فيه نوع من الاعتذار المبطن من جريدة الشرق لنادي الهلال بخصوص العنوان اللي ذكر في مباراة الهلال والفتح. طبعا جريدة الشرق يبدو أنها وقفت موقف وسط، يعني ما ذكرت الاعتذار مباشرة لكنها يعني صالحت الهلاليين زي ما يقولون، لكن ايضا بذكاء زي ما يقول مثل، يعني ضربني في ميدان وصالحني في شارع، يعني لم تقدم اعتذار رسمي ولكنها قدمت القاب اعتقد يعني اسميها وهميه صراحه بالنسبه للهلاليين. يعني الهلال ما هو في حاجه انه يحصل على القاب، يعني الصحف المحسوبه على الهلال حتى اليوم ما ذكرت هالتقارير اللي صدرت أن الهلال حصل على أكبر محرك بحث في جوجل، أو الأمير عبد الرحمن بن مساعد حصل على مليون متابع بالنسبة لجوجل. يعني يعني تشعر كأن فيها دغدغة للهلال. إيش مفروض كانت تسوي صحيفة الشرق؟ إما أنها تعتذر رسميا عن العنوان إذا كان بالنسبة وصلوا القناعة أن العنوان خطأ، أو تبقى على. أنت إيش رأيك في العنوان؟ والله شوف العنوان، بالنسبة للعنوان أنا بجاوبك جوابين في العنوان. الجواب الأول أنا بقول لك أن ما في شيء، وهذه يسمى في الإعلام يعني بلاغة صحفية، طالما أن ما في لا ممسك قانوني أو شرعي، أيضا الهلاليين حتى لو وجدوا في ممسك وكذا كانوا يشتكوا. والجواب الثاني أني خلني أقول أن العنوان أساء للهلال، يعني من حقهم أن يقولون أساء إذا بقى أروح مع هالجانب. لكن طالما أنت تروح أنت لا خلني بس أشرح لك. أنا بشرح لك لا ما هي روايتين، لا ما هي روايتين، فرق يا تركي، ما هي روايتين. أنا أقول لك بعطيك جوابين، جواب في جوابين، انت جواب تاخذ. خليني اكمل لك. طيب الجواب الثاني عشان تعرف، انت ما عرفت الجواب الثاني. طيب اللي هو الجواب الثاني اذا كان العنوان اساء للهلال وانا بروح معاهم في هالجواب واستفاض يعني او استثار بعض كتابهم، كان الاحرى بالهلاليين طوال الأربعين سنه التي كان تسيء فيها صحفهم المحسوبه عليهم لانديه معينه ولنجوم معينين باسماء وبصفات وبكلام لا يقبله لا عاقل ولا يقبل أي رياضي، يعني أن ينظروا لهذه المسألة طوال هذه المدة بأكملها من 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 كبيرهم الذي قال هلاليون واشربوا من ماء البحر عثمان العمير إلى حد اليوم، والإساءات تتكرر. لكن الهلاليين تعاملوا يعني مع الموضوع الآن، يعني اسمح لي بس أكمل الجملة الأخيرة. الهلاليين تعاملوا مع الموضوع وصلت لا يسلم شرف الرفيع من الأذى حتى يراقوا على مآربه. خلص فما ترضى على نفسك يجب أن ترضى على الآخرين. يعني نص كلامك والله كان جميل، الله يحفظك، حلو، ونص كلامك اسمح لي اعطي رايي في كلامك يعني تفضل. ولا ممنوع؟ والله ما ادري، انا انت مذيع، انت من حقك انك تعطي رايك بس إيه؟ انا قاعد استاذنك يعني ما اعطيت رايي قبل ما ساعه، ما تبغى اقول رايي رحت لا اقول رايك. طيب بس تخليني ارد بعدك. الحلقه عندنا ساعه ونص يعني مستعدين نوقف عند هالموضوع. اكبر دليل انه العنوان سيء انه انت من فتحت الموضوع الين تخلصت إيه؟ ما تجرأت تقوله. لا خلنا نكمل كلام.
مو صحيح. ما تجرأت تقول العنوان. مو صحيح. خلنا أكمل كلامي بس. لا لا مو صحيح، لا تقولني ما قلت. أنت قلت العنوان؟ فتح الهلال زين. قال هالكلام يا جماعة الخير. قال أنا قلت. اسمعه. لا لا أنا أقول على رؤوس الأشياء. ما كلمتك. لا لا. إبراهيم. خلنا أكمل أنا شوف لا لا تركي. أنا. أنت خلنا أكمل كلامي بس. لا اسمع. أهدى شوي. لا لا لا. أهدى. لا لا. أنت لا تقولني أول شيء ما قلته. أنا ما قولتك شيء، أنا قاعد أقول. أنا ما ذكرته. أنا لحظة. أنا بقول لك ليش ما ذكرته. أنا ما ذكرت العنوان لأني بذكر الجوابين أول شيء. بذكر الجواب الأول والجواب الثاني. لكن طالما أنك قلت لي. أنا بذكر العنوان وما عندي مشكلة. العنوان ظهر على رؤوس الأشياء. أهدى شوي طيب عشان أنا أكمل كلامي. أنا ما قلت لك شيء. ما قلت العنوان الا بعد ما كلمتك الحين وقلت لك الكلام اللي قلته. العنوان سيء. انت تقول خلينا نكمل الحين. انا بقول الحين العنوان سيء، وانه طالما انه الشرق بهالتفسير حاولت تصالح الهلاليين العنوان مو سيء، العنوان في غايه السوء. في غايه. انا قاعد اعطي رايي بس عشان افهم من اللي يقول العنوان سيء. انا اقول انا اقول العنوان في غايه السوء، بل يصل الى البذاءه. كون انه الهلال في صحف لمده 40 سنه عثمان العمير مع عثمان العمير كتبوا واساءوا، هل من المفروض اليوم يخرج هلالي ويقول حاسبوا الصحيفه هذه او حاسبوا النادي اللي ينتمي له الصحيفه؟ يعني مثلا ممكن واحد يطلع يقول لك ليش النصر ما ياخذ موقف من صحيفه الشرق قاعده تسب الهلال الصحيفه؟ هل من المنطق انه انا اروح عند نادي ما له اي علاقه بصحيفته؟ انت صحفي ابراهيم، لما تكتب اليوم كلام وتشتم فيه او تنتقد فيه او تقول اللي تقوله، هل من المنطق اروح انا عند النادي اللي تميل له واقول سكتوا اللي يشجعكم؟ العنوان اللي خرج في صحيفه الشرق قمه في البذاءه، قمه في البذاءه، يقبلون ما يقبلونه قمه في البذاءه. طيب وما هو مفروض ابدا انه يتم هذا الكلام على البلاك بيري قاعد يجينا ونضحك ونطنش بس ما يطلع في وسيله اعلاميه يسمحون لاخوان في صحيفه الشرق. كون انه الهلال في صحفيين هم 40 سنه يشتمون، ما هو مفروض أن أقول لنادي هلال ليش سويت؟ زي ما هو مفروض أن يقول نادي النصر ليش الشرق يكتب، ولا الاتحاد، ولا أي نادي ليش الشرق يكتب، ولا أي صحيفة من الصحف. أنت فتحت الموضوع أنا ما كنت أبغى أفتحه أمس، لأنه الموضوع أعرف أنه مستفز ومسيء جدا، بس بما أنك أنت فتحته وقلت هالكلام أنا أقول العنوان غاية في البذاء. طيب. بذيء جدا، وممكن تستفز تقول والله المحلي، تقول العالمي، تقول الحالمي، تقول الزعيق، تقول اللي تبغى تقول، لكن هذا العنوان تحديدا غايه في البذاء. طيب والمطلوب مني اصفق الحين انا على المحاضرة. لا تصفق ولا شيء، نايف عطنا الموضوع اللي اخترته من الصحيفه. يتعلق بصرف المستحقات الرواتب بالنسبه للاعبين الشباب. الموضوع لمين؟ موضوع في الصفحه الرياضيه. الصفحه الرياضيه. لا مش هي. في وسط. اعطينا اياه على الشاشه يا شباب لو سمحت. بس ما كملت موضوع يا تركي. معلش خلنا نغير الموضوع عشان ليش نغيره؟ برجع لك تسمح لي بس؟ ايه تفضل. طبعا يمكن الان الشباب في مرحله اصبح قريب من المنافسه. يعني الاستاذ خالد البلطان يتحمل الجزء الاكبر بصراحه يمكن من عمليه الدعم، بالاضافه الى طبعا العضو اللي يعتبر هو قلب الشباب الامير خالد بن سلطان. لكن انا اتمنى ايضا اعضاء الشرف ان يلتفوا مع الاستاذ خالد البلطان. الان اصبح الفريق قريب من انه يعود الى يعني البطولات او المنافسه على البطوله من خلال يمكن الحل اللي يمكن صرح فيه الاستاذ خالد البلطان من صرف رواتب اللاعبين خلال هذا الاسبوع. هذا شيء يعني يشكر عليه كاداره نادي الشباب. انا اعرف يمكن الاستاذ خالد البلطان حمل نفسه في اشياء كثيره جدا حتى على مستوى المراحل السنيه، رواتب مدربين للمدرسه، للمدير فني، يعني اشياء كلها تصب في مصلحه نادي الشباب. فاللي اتمناه طبعا ان يعني الوقوف مع هذا الرجل، المسانده بقدر ما يعني يستطيعون من محبين نادي الشباب، من خصوصا انا اتكلم على اعضاء الشرف او الداعمين. طيب ابراهيم تفضل علق. تعطيني وقت اعلق ولا لا؟ طيب علق اسمعك. اوكي. أنا ما شفت تركي، أنا ما جيت هنا، أنا أحترم رأيك، لكن ما جيت أسمع محاضرة وتقطع حديثي. تعطيني حديث يعني فرصتي في الحديث. طيب. والهلال مو ناقص من يدافع عنه ما شاء الله تبارك الله. طيب. تقبل إدارتي للحوار ولا ما تقبل؟ لا أقبل. طيب هذه طريقتي لإدارة الحوار. لا. اللي يقبل اسمح لي يا تركي. اللي يقبل هالإدارة هالأسلوب، هذه طريقتي أنا أقدم البرنامج بهالأسلوب، بهالطريقة. تقبله على العين والرأس. ما تقبله تظل عزيز وغالي وشوف القرار اللي يناسبك. لكن تظل عزيز وغالي ما يختلف التقدير الشخصي،
هذه طريقة إدارتي للحوار. لا طريقتك ما تعجبني صراحة. طيب ما انت مفهوم، ما هو في هالموضوع تحديدا، ما هو مفروض عليك تكمل الحلقة. لا لا، في هالموضوع تحديدا ابراهيم، اذا ادارتي للحوار ما تعجبك، لا ما هو مفروض عليك تكمل. طالما اني فتحت موضوع من ادبيات الحوار وانت ما تعلم، انك تخليني اكمل الموضوع. اذا كنت انت خايفه تركي انا ما اخاف، واذا كان انت تقول لي اكمل الحلقة انا امشي بالحلقة، ما عندي مشكله. طيب اعطونا يا شباب تصريح بيتر شمايكل عشان استاذن ابراهيم عسير، اعطونا تصريح بيتر شمايكل عن اللاعب محمد الدقيق لو سمحت.